الصحافة المحلية والمنابر الإعلامية، الصحافة الوطنية، الصحافة الإلكترونية كذلك الوطنية، الصحافة المحلية. دونك مرحبا بكم وأهلا بكم، أهلا وسهلا. احنا سعيدين باش نتلاقاو باش نلتقيكم وباش نصادفكم ولا تصادفونا عندكم باش نهضروا لكم على هذا المهرجان. ان شاء الله هو فرصه لتثمين التراث اللامادي للمنطقه والتعريف بها على الصعيد الوطني وكذلك الدولي. هذا المهرجان غايا، مهرجان غايا صخيره التمره، ارض الخيرات، يعبر عن تاريخ المنطقة باعتبارها منطقة وفرة وعطاء وخيرات. من أولوية المجلس الحالي هو إعطاء قيمة للتراث اللامادي والتراث والموارد البشرية التي هي عوامل رئيسية للتنمية المحلية. إقليم صخيرة التمارة كما تعرفون غني بكل المؤهلات السياحية والثقافية وكذا الفلاحية التي تؤهله ليكون مركز حضاري وسياحي متميز على صعيد جهة الرباط وكذا على الصعيد الوطني والدولي. نحن نسعى إلى توظيف كل جهود تسويق التراب الوطني. نريد تسويق هذا التراب ليكون وجهة بامتياز سياحية واقتصادية وثقافية كذلك بامتياز. إذن مش منطوش عليكم، نخلي كلمة السيد مدير المهرجان باش يفصل لكم أكثر